اثنيناتي كلها احترقت. هاك هاي ثلاثة. طبعا. تقدر تدبي لي ورقة زينة لزمون الشرطة. يلا بعد تبو الايد السويدية. لا خايف ماني. هذا من الخابر 50 مرة؟ ما اعرف انت ما عليك. موتتني. تغار حتى من الحائط. اسمع انت اقول لك تخلص الحفلة كل واحد يروح بطريقة خليت في تكخي دود. هاي عيون بابا. شبيك يا ابو سعود عيونك تلافة؟ تريدك؟ تريدك؟ تدلل ما تغلى عليك. شيب بريش نورس ضايع بدونك مثل شذرة بلاية محبس ضايع بدونك عني دور قول وين بيا مكان بيا مدينة شلون ما تفتقد واحد كان مالك بحنينة ضايع بدونك افتقدني
استاذ ذياب، انسى الحكي اللي قلت لك اياه قبل شويه. انا ماشي بالقضيه مالتي لحد اخر نفس. فكرت غلط عبالي احلها واتنازل، بس هسه لا. انا اللي اقول لك منعه في القضيه الا بالطلاق ان شاء الله. صار يوم من البنيه مخطوفه وعدكم الرقم اللي اتصلوا هدك، طلعوه دوروا عليه. لا تعلي صوتك. اعلي ونص، شوفوا شغلكم. وانت شنو؟ علمنا شغلنا؟ شغلكم؟ والله ما تقول وين وصلتوا بشغلكم؟ راجعتوا الكاميرات شفتوا من وين انخطفت؟ هذا الشيء ما يخصك، ايش تسوي؟ واذا علي صوتك ادبك بالتوقيف. لو ما عندكم تقصير ما تهددني بالتوقيف، بشرف الا افضحكم. بنيه مخطوفه ولا عبالك صاير شيء؟ انت لا عبالك شاد جواز اوروبي وجاي تقمز علينا. انا ما متجاوز عليك. انت القانون، جيب لي مرتي. بس السؤال راح تقدر؟
قلت لك أجلي جيتك، قلت لك أجلي جيتك، بقيتك لحين إلا أجي إلا أجي. على كيفك يمه. هسه اللي رديه صار. أنا ما ردت شيء. أصلاً مني جيت ما كنت أدري بها راح تجي. ألف مرة قلت لك خليني أحل مشاكلي وبعدين أشوف وضعنا. يا وضعنا. عصبيتك هسه على زعلها بهنا إحنا شنو وضعنا؟ أنت خالني سبير بحياتك. كل ما تنسد بوجهك تجيني. هسه قبل كنت تخاف لأنه هي ما تدري. هسه درت ليش الحد هسه خايف منها؟ إي هسه هذا الحكي شي يفيد؟ لا خالله يفيد. يفيد حتى نعرف شنو تاليتها. أستاذ أحمد أنا جيت أصالح أمك اليوم على مودك. جيت أذر روحي لأن محتاجتك. لأن ما عندي أحد غيرك. أنت على بالك أنا كاتلة نفسي على ارتباط؟ على رجال؟ باكر أجيب أحسن رجال. ألف واحد كاتل نفسه علي وأنت كلش زين تدري. بس أنا حبيتك لك. كافي هسه، روحي بعدين نحكي. إيش نحكي؟ إيش نحكي إذا أنت الحين هسه تخاف منها؟ ما أخاف أنا. لا تخاف. ولا تخشمرني وتقول لي احترام وابني وهاي السوالف لان هي هيك هيك بينت. ما دام هيك هيك بينت وعرفتيها هو لا راح يعوف ابنه ولا مرته ولا راح يفلش بيته. جاوبها. جاوبها لامك. انا كذابه ومو خوش. انت على بالك انا جيت وفلشت حياته؟ اجيت وسويت له مشاكل؟ لا كلش غلطانة. ابنك هو اللي فات لحياتي. هو اللي دمرها. ما ضرب على ايده. زين هسه انتي شفتي واقع الحال. ايش راح تسوين؟ واقع الحال. انا اعرف ايش راح اسوي. ما بقى الطريقة من جربته. ما بقى واحد ما توسيت فيه. ما أعرف هسه شو أسوي. كل اللي أعرف أسوي سويت. الله يساعدكم. إن شاء الله مو سهلة صعبة. زين أنتوا شو ناوي تسوون؟ أني إذا أقول لك إحنا تحركنا وراح ننزل بيان ونسجل ونروح لرئيس الوزراء هذا الحكي ما يصرف لك واحتمال السمن بقلبك. احتمال مو بقلبك. ايش قد اخلي لك شكر؟ لا ما اشرب. اكو شباب يروحون الحمود حسين يتفاوضون وياه ويقولوا له احنا ما علينا. بس انا هذا الشيء ما قبلت. ليش؟ لان ما اعتقد يقول لك انا خاطف جنه. هو اصلا هم ما راح يستقبلك. بس اذا تسالني اقول لك كل شيء بيسوي له. معقوله اكو بنيه حياتها بخطر وانت هيك مسترخي؟ عبارك مضيع سوي سيارتك. جنة مو أول حالة خطف تصير عندنا. كل سنة دي يخطفون هواي ناشطين. الموضوع يراد له شوية برودة أعصاب. وتريد نحن نصير مثلك؟ لا تعذرنا حبيبي. إذا أنت عندك 100 موظف أنا عندي بس جنة واحدة. شوف فهمتني غلط. العصبية والتوتر ما تجيب نتيجة. بس صدقني صدقني كل شيء بيسووا له. واحد تريدون ابنه ينعدم وراح ينعدم. شو تريده يسوي مثلا؟ بخبرتي ويا دول السرسرية إذا واحد وقع من عندهم أول ما يتبرى من عنده حزبه. بس هاي الحركات حركات طفولية ما أعتقد هو يسويها. هذا واحد من ولده لو ولد أخوه حركة مال زعاطيط. وأعتقد هسه هم متورطين. اللي أفهمه من عندك ما عندك أي إجراء تسوي. سوينا الشيء اللي نشوفه صح. أتمنى منك ما تندفع وتسوي شيء غلط. ما أندفع. لا عوفة تموت. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل.
أنا فهد طريق نواه. لا سلام ولا سخام، شامرين غراضي برا مو عيب؟ 50 واحد يدفع ايجار وياي. لا يعني اكيد ما عاد ادفع بمكان الكل. يعني هسه بس فهمني انا وين اودي غراضي هسه بهالليل؟ زين تقدر تعطيني مهله من هالباكر؟ بس اشوف غراضي وين اوديها يعني. ما ترهم؟ ممنون. ممنون. الو. هلا براء. أقول لك هذا فهد رجل الست تعرفيه؟ يمي بالبيت موجود. زين؟ هي طبعا يعني وحدة مثل نوارة ايش تاخذ لها مثلا دكتور؟ اسمع أنا خابرتك حتى أعطيك علم إنه هو يمي بالبيت، وأنا خابرت مازن حتى يجي. أشو تريد تلوميني أنا ايش عليه؟ يلا بعدين أخابرك باي. هاي قهوتك، نزل رجلك، طفي جيجارتك. طبعا أنا آسف لأنه جيت للبيت بدون ما أتصل. أعرف عندكم ظروف صعبة ومشاكل كلش هواية. لا عادي ما صار شيء. شوفي أنا حالي من حالك، يعني هم بيتي مهجوم. شنو؟ يعني أقصد علاقة رجلك بطليقتي مأذيتني. زين فمن مصلحتنا انا وياك نفلش هذه العلاقه. شلون نفلشها والله؟ انت مو رافعه دعوه على رجلك؟ تدزين علي شاهد. انا اجي اوقف بنص المحكمه واقول له سياده القاضي هذا النذل احمد. طبعا عفوا يعني اقول له نذل بس قدام القاضي. لا عادي هو فعلا نذل. المهم اقول له هذا النذل احمد غرب مرتي وقشمرها وخان هاي المسكينه اللي هي انت. وأنا عندي أدلة يعني مصورهم بالمطعم باب البيت وعندي تسجيلات صوتهم عليهم. هنا القاضي راح يحكم إليك. القاضي إذا حكم لي راح يطلقني وأحمد راح يقدر يتزوج مرتك براحته. كذب والله. يعني أنا بهاي الحالة مو من مصلحتي إنه أنت تكسبين القضية. ليش تشوف؟ والله ما أدري أنا قلت أجي هنا أفكراني وياك حتى نلقى حل نفلش علاقتهم. وليش نفلش علاقتهم؟ حتى نوار ترجع لي وأحمد يرجع لك. أنا ما أريد أحمد يرجع لي. جذب والله. والحل؟ الحل أنا أطلق منه أحمد وكل ما يروح يشوف حياته. جذب والله. وأنا شو استفاد؟ لا أنت راح تشرب قهوتك وتتفضل تطلع برا وجهك ما أريد أشوفه. جذب والله. بعد أنا آسف لأنه جيت وطوشتك. لا عادي اشرب قهوتك ويلا. لا لا ما يحتاج وأعتذر مرة ثانية. مساء الخير، شلونك عيني؟ وين الغيبة طولت علي؟ لا تسألي لا أبد، هسق اليوم شتي بسيرتك أصلاً؟ لا موجود بالإذاعة أصلاً يعني موجود. بس خلص خابرك؟ أوكي أوكي، مخابر أكيد أوعدك يلا باي باي باي. نرجع جو، يلا نرجع جو. يعني مستمعينا بعد هذه الأغنية الجميلة من سيد المخرج نرجع إلى برج الجدي، واليوم بداية جديدة لبرج الجدي. هذه القوة اللي ينتظرها منك المحيطين بيك شوية حيصير بعض التغيير بس للأفضل. تحتاج إلى جهد كبير حتى تعوض كل اللي فاتك. اسمع أغنية بس بلا زحمة. أنت عتبتيش أندل تفضل. غلقتي الموبايل؟ ماكو أحد مهم راح يتصل.
ولك مو صوتك، صوت انا سحبت لك قرض على بالي انت ثقل اكلت حقي راح تسوي بيها شنطه. حجي شو انت كل ما اجي القاش قاعده هالقعده؟ خاله جايه اطلق بنتي، بكت تدعي لها تتطلق. ان شاء الله خاله، خل اطلق انا اول شيء وبعدين بنتك. صباح الخير. صباح النور. ما متأخر بس شوية صارت. أخذتك النومة. إي والله أخذتني نومة، ليش واحد يتشذب؟ هاي شنو تضحكين؟ تعودت على المحاكم الظهر. والله شو نسوي بعد؟ تريقتي؟ لا والله بعدني. حلو، حتى تعزميني. أستاذ سعد وين ما جاياك؟ لا والله أنا جيت وحدي، بابا بعده بالمستشفى. زين واحد من إخوانك أقاربك لازم شاهد يساعدنا بالقضية. الصراحة ما عندي أحد. زين عادي اروح ادبر شاهد واجي؟ يا ريت والله. انتظرني هنا، انا راح اروح اخابر على احد لان تليفوني بالامانات. تمام. ما تاخر. تمام. طلع ريوك. بلا زحمه، تليفوني بس اخابر بيه وارجعه، ما يحتاج الكارت يعني. تمام. يلا نور، يلا عيني استعجل شوية، يلا عيني استعجلي، يلا خلص خلص، هذا انسحبي انسحبي، تمام يلا هدوء سايلنت 3 2 1 اكشن. حمد تسمعني؟ اوكي عوف الترحيب، بلش بالاسئلة احسن. يلا اول سؤال، ما نقولها عليش على غفلة قمت تلبسين فري وقصير؟ نور باخر فترة قمت تلبسين ملابس جريئة وقصيرة، وهذا شيء غريب عندنا بالمجتمعات الشرقية وبالاخص بالعراق، شو سبب هالتغيير؟ أنا ما أعرف أنتم شو خبصتونا بهذا التغيير، يعني ما أعرف أنتم يمكن لا تجين وياي، أنا أول ما بديت بالسوشيال ميديا أنا هذا لبسي. تناقضت تناقضت، طلع لها الفيديو اللي دزيت لك إياه بسرعة. نور أكو فيديو إلك إذا تشوفينه تعطينا رأيك. فيديو يخصني يعني؟ يخصك شي نعم. إذا حابة نشره أو لا تعطينا رأيك. حلو. لا. تبكت. ما أسمح لك نهائيا تتدخل بخصوصياتي وما أقبل أبدا تنشر هيجي فيديو إلي أكيد. اسالها قولي لها ليش تدخلين الناس بحياتك فجاه تقولين لا تدخلين بحياتك؟ انت تدخلين الناس بحياتك من خلال ستورياتك، من خلال مشواتك على السوشيال ميديا، وبنفس الوقت هاجمتيهم وقلتي ما اسمح للجمهور انه يتدخل بحياتي. انا ما هاجمت، انا كوني يعني كوني انا يعني مؤثره بالسوشيال ميديا خلينا نقول، فاني اكيد انشر ستوري قبل لحتي ابد، ولانه اصلا متابعيني هم انا اعتبرهم عائلتي الثانيه، اعتبرهم اصدقائي، بس هذا مو مبرر ولا اسمح انه احد من عندهم يتدخل بحياتي او ممكن نقول يفرض راي علي. محمد اطلع فاصل على السريع، قولهم شويه ونرجع لفقره الصناديق. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وراح نرجع لكم بقويانا فقره الصناديق.
يلا هاي نمنميات اكل. كافي كافي كافي. ايش عند اسواق؟ بقعدي ما اريد اساسا، ما اريد اخذ من وقتك هواي. لا قول عادي، الفاصل اللي عندنا كلش طويل، يعني ساعتين اذا صورنا زين. اريد نتزوج بسرعة وقت. خلصي وخابريني حتى اجيك ونقعد نرتب على كل شيء. ها ايش بيك؟ ما بيها شيء بس ايش عجب؟ يعني ما بيها ايش عجب. بس احس تاخرنا هواية. حياتي فتوال وجهك مسخن؟ بيك شيء؟ احد مبتزك؟ مهدديك؟ ايش ليش؟ يعني منك من الشيطان صاروا شهور اركض وراك حتى نعقد، هسه تجي تريد تتزوج هيك راسا؟ بكيفك اذا تريدين اقلب. لا بس مستغربه يعني هاي مو اخلاقك. ما انا اقول اقلب. لا خلاص ها هي اقعد ونرتب كل شيء. لك هاي تحبها طيبه؟ اي صباح الخير استاذ. هلا شلونك استاذ؟ شلون مزاجك؟ اي استاذ شلون مزاجك؟ يخبل اليوم مزاجي كلش حلو. هلا بالاستاذ. هسه جايك. هلا بك استاذ. بشري دبرت شاهد؟ لا والله ما دبرت. خليني يعني احكي ويا القاضي. ايش تحكين وياه؟ لازم يطب شاهد للقاضي يقول له شو وقت طلعت من البيت. شو اسوي يعني ما عندي احد. اوكي خلينا نرتب الموضوع. انت مو عندك اخت مريضه؟ والثانية مخطوفة وأبوك مريض. تمام؟ ما يخالف بس خليني أنا أحكي ويا القاضي. أترجاش توفيها وراي. يلا توكل على الله، قول يا الله. شفت كلامك هذا؟ كلامك هذا؟ هدوء هدوء أساتذة. هدوء بنتي هدوء. ما بي أدلة وما بي إثباتات. ممكن تسكت؟ عندنا إثباتات كافية. كافي قدمها. تالي هدوء. سيادة القاضي تفضل. ما كنت ادري بيها شو تسوي بغيابي. لحد ما طبيت للبيت لقيتهم سويه بغرفه النوم. غرفه النوم. هنا شو اسوي سياده القاضي؟ اقتلها؟ اقتل روحي؟ قمت وطردتها من البيت هي امتها. الله لا يوفقك ان شاء الله، ولك انا مرتك وعرضك، شلون هيك تحكي علي؟ صدق بالله اريد هدوء هدوء. انتم قدمتوا تاجيل القضيه طلب؟ نعم تفضلوا. القضيه اجلت. حسبي الله ونعم الوكيل عليك. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. القضيه اللي بعدها. تفضلوا. السلام عليكم سيادة القاضي. السلام عليكم سيادة القاضي. وعليكم السلام. الله ياخذ حقي منك ان شاء الله يا رب. هاي العلاقة اللي طلبتها حضرتك. استاذ ذياب موكلتك شو وقت غادرت بيت الزوجية؟ يعني التاريخ بالضبط. سيادته كله موجود ومحدد يمك. محامي الخصم ينفي ويطالبك بشهود. سيادة القاضي، محامي الخصم يعرف بالظروف اللي تمر بها موكلتي، لذلك ده يستغل موضوع انه لازم تجيب شهود. يعني ما معقولة ماكو ولا شاهد من ذوي موكلتك. والله يا سيادة القاضي، بين اللي مسافر على مود العلاج، بين اللي نايم مستشفى هنا، بين اللي مخطوف. طيب، عندك دليل يثبت هذا الكلام؟ بصراحة سيادة القاضي ما كان عندي علم الا اليوم موكلتي قلت لي بهذا الموضوع. وان شاء الله راح اقدم لك الاثباتات لاحقا. يعني اعذرني سيادة القاضي، معقولة ماكو ولا واحد من اهل الاخت يجي يشهد؟ وينك ويج فيلم هندي؟ سيادة القاضي فيلم هندي شنو؟ احترم المحكمة. يعني احنا مو كذابين سيادة القاضي. ما يخالف، اهدى اهدى اهدى. أنا آسف سيادتك، استخدمت تعبير دارج، بس مو قصدي الاستهزاء. هدوء، هدوء رجاءً. ما بيها شيء، ننتقي ألفاظنا أستاذ، حتى لا تتوتر الأجواء. سيادتك إذا تسمح لي. إيه تفضلي بنتي. أستاذ أنا من شفت هاي المرة قاعدة تدق وتلطم لأن شرفها انمس حسيت هي شكا صادقة ودا تبكي لأن الشرف غالي أستاذ
بس اللي قهرني أكثر أني أعرف القانون ما يأخذ بنظرة العين ولا حركة اليد ولا الحسرة ولا الصيحة ولا الدمعة اللي يشق العين وتطلع. تلكم الأدلة والبراهين والإثباتات، بس صدقني يا أستاذ ماكو مرة عاقلة وشريفة تحب تجي هنا وتشوف الناس كلهم قاعدين يتفرجون على مصيبتها وفضيحتها. أنا كل ما أجي للمحكمة وأطب وأشوف نفسي قاعدة بين الحرامية والمجرمين، حتى أجي أوقف ند لزوجي وشريك حياتي وأبو ابني أقول هذا حلم. بس يطلع كابوس. أقول مرات راح نرجع سويه في يوم من الأيام، نقعد وناكل ونضحك نروح الدوام نكتب له ويكتب لي، وارجع من الدوام احكي له صار وياي واقول ليش كم واحد اجى راد يذب وياي ميانه وانا صديته، واشوف الغيره والعصبيه بعيونه افرح واقول هنيالي عندي رجال هالقد يحبني انتظره وينتظرني. معقوله راح ترجع هاي الايام من يشوفني أنا مشغولة وملتهية عنه يسوي روحه مريض حتى يلفت انتباهي، وأني أخذ على قد عقله أعوف اللي بإيدي وألتهي بيه. صدقني يا أستاذ اللي صار بي حتى بالأفلام الهندية ما صاير. أنا أستاذ ذياب كل ليلة تحجين كل شيء قدام القاضي، بس والله ما قدرت لي بقلبي كل شيء هوين. أنا على غفلة حياتي كلها تفلشت، لا زوج ولا أب ولا خواتي، وابني بين الحياة والموت ما أدري إذا راح أعيش إذا يروح. كل يوم أقعد الصبح أقول له يا رب خلي لي بس هذا الولد، لأن إذا صار بي شيء أنا ما أدري شو يصير. كافي كافي. ما نحتاج أي إثبات، الموعد اللي ذاكريه هو الصح. خلوها ترتاح، ما أحتاجها بعد. جيبي لها ماي بابا. مساء الخير. مساء النور. هذه نوعية الورق أحسن من اللي تستخدميها، إذا جربتيها راح تحبيها. ممكن أعرف منو حضرتك ومنين تعرفني وشلون تعرفوني أحب الورق؟ حيل كل هاي الأسئلة تريدين أجاوبك عليها مرة واحدة؟ طبعاً. وهسه زين أنا رجال كبير ورقبتي توجعني، ما أقدر أبقى معلق عيني اللي فوق، فقعدي. أنت مو تريدين تعرفين قصة الورق شنو؟ فقعدي. تفضل. قبل كل شيء تقبليني كصديق؟ وليش أقبلك كصديق؟ يعني المثل كبير بالعمر لا يحب يتحارش لا يقنقن، يحب يسالف وبس. ما أعرف شو أقول لك، أنا اللي أعرفه أكو طلب صداقة بالفيسبوك، بس بالحياة ما شايفته. وأنت سويتي لي بلوك قبل شو وقت؟ بليلة راس السنة ظليت أدق عليك، تالي سويت بلوك. عشرة
تسعة ثمانية سبعة خمسة أربعة. هاي عيون بابا. شبيك يا أبو سعود عيونك تلافة؟ تريدك؟ تدلل ما تغلى عليك. يلا اثنيناتي كلها احترقت. هاك هاي تلافة. طبعا تدري دبي له ورقة زينة لزمون الشرطة. يلا بعد انت ابو الايد السويدية. لا كاي ثمانية. هذا من الخابر 50 مرة؟ ما اعرف. انت ما عليك، موتتني تغار حتى من الحائط. اسمع انت اقول لك تخلص الحفلة كل واحد يروح بطريقة، خليت في تكخيد عود. بالله؟ ايش تسوي؟ حلوات هاي الصور. ايش تسوي؟ زين انتظر بس اجاوب. انتظر. الله ايدي شو صارت طسة. هاي شنو هالثمانيات؟ طبعا ما تقتنع بالثمانيات. جواك اريدها. نتعشى نشرب شيء. ما احب اكل بالليل. من ورا القهوة. والله مو زين عليك القهوة هواي تشربين. بعد ايش تعرف عني؟ حبيبتي غيود شلونك؟ قلبي مشتاقت لك. اني كوما، طمنيني عنك، وضعش تمام؟ اني هواي احسن الحمد لله. بابا شلونه؟ كل ما اخابره مغلق. يعني معقوله هالقد ما يسال علي؟ خف بعده زعلان من مالك. ليش خطيه مو تليفونه وقع وانكسرت الشاشه وودا للتصليح؟ اكيد ترى دا اموت من القهر لانه ما يسال علي. اذا بعده زعلان من مالك قولي لي. لا بالعكس، على شنو دا يزعل اصلا؟ هو يقول هم زين مالك وازانه وخلى ريم تروح تسافر وتسوي العمليه، بس هو خطيه يمكن عنده مشكله بسيستم المصرف الامني يعني، وتقريبا ما دا يجي للبيت. قلبي ما مرتاح، احسكم تكذبون علي. لا بالعكس حبي، على شنو دا تكذب؟ بس هو خطيه نايم لو قاعد اكيد كان حكى وياك. انتي وجنة هم متعاركين؟ كل ما اتصل عليها مغلق ومالك يكتب لها وما ترد. اي حبيبي متعاركين اني، ويعني تدرين بيها ايش قدم خبله على مود يعني موضوع الشغل مالتها ما تقبل تحكي اي احد. حبيبتي احنا كل الزينين. ريم بس خلي اروح اشوف منه على الباب بعدين ارجع اخابرك. تمام ديري بالك على نفسك وسلمي لي على مالك. اوكي حبيبتي اخذي راحتك، بس بدعتي خلي بابا يحكي وياي. ايش قد راسلتك ليش ما تجاوبيني؟ شاكو يا معواتش بدي احكي يا ريم. خابروني من المرصد حساباتهم كلها تهكرت ومسدت. يعني شنو؟ بين الحسابات كلها كانت يم جنة. يا برأيكس هو الهشي؟ ما أدري، بلكي وقتك تعاملت وياهم بعقل وما عاندتهم ونطتهم الحسابات بدون ما يسوي هاي شيء. زين إذا هم رايدين بس الحسابات ليش مبقيها يومهم صار يومين؟ ما أدري. أبغى